انزل انت صور. يلا يلا. مشينا طيب هون اول شيء. مية مجاري الشارع الرئيسي سكرت منهل الجامع مما أدت إلى فيضانها على مصلى النساء. وهسه بنورجيك على الواقع الصور. الآن احنا داخلين على المصلى، من هون نبلش. هاي مية الشارع الرئيسي تبع المجاري دخلت على المسجد كامل مما أدت إلى فيضان داخل المسجد مما أتلف جميع ما في المسجد من سجاد ومكيت. هيك على الطبيعة، هيك على الطبيعة. هاي مية مجاري الشارع، المية الرئيسية اللي داخلة هون. هذا المسجد، مسجد موسى بن نصير، جميع المسجد مش قادرين نفوت لجوا لانه في فيضان جوا. على السجاد كامل. ما فيش مجال نفوت، والله غرقت زياده. ما في مجال نفوت. شو بدي احكي؟ يعني كلها دمار. السجاد كامل. السجاد كامل. حقه 4000 دينار. تعبى كله وسخ. هذا الدنيا ب 4000 دينار؟ هذا ب 4000 ليرة، هاي شايفه؟ راح. لسه قد ايش صار له؟ شهر. ما صارلوش شيء. لا اله الا الله. Thank you.